بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذا اللقاء في أمسية الجمعة وما أدراك ما الجمعة، التقينا بأبينا الحاج أحمد التواتي حفظه الله ورعاه وأمده بالصحة والعافية. الحاج الله، الحاج أحمد، كيف هي الأحوال؟ وش الأحوال تاعك؟ الحمد لله، اللهم لله الحمد والشكر. الحمد لله. ربي يحفظكم ويستركم ويسركم على سيارتكم هذه وعلى موقفكم هذا، وقال لك دليل الخير كفاعله. ثم راكم جايين تدلوا في الخير وترشدوا في الخير لهذه المنطقه اللي محتاجه هذا المسجد. ربي يحفظكم ان شاء الله، نشكركم عليها وربي يساجيكم خير اليوم وقدوه. واللي يتحدث اليوم قال لك هذا راح حرث اليوم، هذا راح حرث تحرثوا فيه. احنا بنتم باللي يفعل هذا الشيء، باللي يوقف في هذه المنطقه واللي يوقف فيها يقول كلمه اللي يقضي قضيه فيها كله ان شاء الله على خير. ربي يحفظكم ان شاء الله، وربي يستركم وينصركم. وهنا يا ذكرانا قال لك هي البلاد هذه تعمر باسبابها لها. هنايا ان شاء الله راح اليد المتينه تجبد اختها، وان شاء الله ناخذوا عقابها كاع. احنا بنتوما بالمستمعين كاملين، ما نخصوش واحد واحد، ونحكوا على الشيوخ الاولين ذلك كذلك دليل الخير كفاعله. الشيوخ الاولين ربي يحفظهم ويسترهم. هو الشيخ سي الاخضر الله يرحمه، كان هو الشيخ الكبير في المنطقه هذه، كان هو بوي الكبير والصغير، واللي دا يحتاج منه شيء كان يقول له كلمة، يقول كلمة في الجماعة اللي يقولها تكون هي. كان يبعث سبحته العقدة تفتح، كان يقول سبحة سي الأخضر جات من هي تفارقوا الجماعة. قالوا قال سي الأخضر بصح حنا ذوك كل غالب قوة شي هاي عادة كل آخر يقول أنا، صح. كل اخر يقول انا، ولا هو كل اخر يقول لك انا كبير جماعه. هنايا هذاك الشيء ما حضرنا له، ما شفناه، ما قومناه، ما قومناش، جاتنا حوايج ما نقوموهاش. واش نقول لكم؟ الله يحفظ ويستر. هنايا الوقت اللي رانا فيه والوضع اللي رانا فيه عاد قوة شيء متحمله شؤون شينا، وما أنا ما قومناهاش نخضر فيها، والله ما نقومينها. والله الحاله كبيره يا سقع. هنا على كل حال هنا يا ربي ينصركم ان شاء الله على زيارتكم، وربي يحفظكم وربي يرحمكم ان شاء الله. وراكم وقفتم موقفكم اليوم ان شاء الله، لا انتم لا عمال المسجد هذا، رؤساء المسجد هذون بارك الله فيهم، ربي يحفظهم ان شاء الله. راهم يجروا هذا الشبيبه، راهم يجروا على هذا البيت، وان شاء الله تعمر هذه الدنيا، كل اللي صاب شيء يعمر هذه المنطقه ويرحم والديكم، ربي يحفظكم ان شاء الله ويستركم. عمي احمد، وش تقول للمحسنين باش يعاونوا في بناء هذا المسجد؟ وش تقول لهم؟ ربي يحسن لهم ان شاء الله. اللي يخدم شيء لله تعالى، اللي قدم شيء اللي قدم شيء يلقاه اليوم ولا قدوه، اللي قدم شيء يلقاه بين يديه. هنا على كل حال راه اللي قدم شيء يلقاه. من خلال عمي احمد، رانا نوجه نداءنا للمحسنين اهل الخير اهل البر للمشاركه والمساهمه في بناء مسجد الشيخ احمد بن حنبل في قريه الشهيد تواتي الطاهر رحمه الله وطيب ثراه. عمي احمد، ممكن تحكي لنا شويه على السي الاخضر، وين عاش وش كان يدير؟ شيخ كبير، عاش هنا في الصحراء. الشيباني عاش هنايا في الصحراء، وقاشيه راح وجيله راح وجماعته راح. كي تروح ليه يقول لك راني قاعد قريب وراني قاعد قهوه وحدي وراني ما لقيتش ناو منك قعد قاع، وانت جي راحوا وجماعتي راحت، وكي تجيه ما يسقسيكش على الدنيا قاع، والو قلمه كامله كلاتها الوضعية، وتجيه القواشي منا ومنا يجوه كل اللي عظم له في لجر عليها، كي يجوه ما يسقسيهمش عليها ما يجيبش خبرها قاع، ما يحدثهمش على الدنيا كل. قال بكر يقول لهم واش خدمنا، واش خدمتنا والفرسان، واش خدمت نوا اصحابي واحبابي وفلان. يحكي لك على الناس له، لا ما يحكي لكش على هذا الجيل ولا على هذه الدنيا ولا على هذا الزوين، ما يحكي لك على والو،
دوك راك اللي تلاقى انت وياه يبدا يحكي لك واش كاين وصار في قلبي وصار في بيتي وصار في مؤجري. هو ما يحكي لكش على الحوايج كاع، يحكي لك على واش خدمه، هو واش ياخذ بكري، كفاه سافر، كفاه مشى، كفاه حوس، كفاه دار بكري. هذا هذه حكايته، حكايات بكري عدو تواريخ وما نقدروش نعرفوها، ما نلقاوها لها، ما نقول يتحدثوها. وطولتش معاه انت؟ انا قعدت معاه سنوات، راني تقريبا 20 عام نويه. الله يبارك. اي الله يبارك. اي هذيك السنه كاش ما صار له موقف راك عارفه انت، يا موقف والله حاجه صارت له والله وانت معاه، كاش موقف حضرت له انت، موقف الصلح، موقف الصلح الجماعه وين راح ليها، وين راح ليها من عند ربي سبحانه، يمشي يروح للجماعه تفتح، يلحق المشكل يتفتح. الله يبارك. قا يروح يفتح المشكل، الله يبارك، ما كان ول الى جاء سي الخضر يقول لك جاء المفتاح. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اذا نهارنا كنا الان مع عمي احمد حفظه الله ورعاه، وعضو جمعية أحمد بن حنبل، والسي البشير قلت إذا نقول قبيل راك تقول لي كلمة وقطعناها لك، قولها لنا دروك. نشكر الوالدين المبادرة هذه، وين ما تلقاني صعوبات يقول لي رانا معاك في أي روح عمل دعوة الخير وقضي صوارها. هذه دائما يقول لي هبطوا فراش روح مشي قدام، صرت في حاجة الخير دائما مشجعيني فيها. هذه كثر خيره، وهذه راه تتعدى راه الله اعلم من الحديث يقول لك السبعه منهم الوالدين، طاع الوالدين اللي يخلي ابن يخدم عليه، والله يخلي مسجد يتبنى له، ابن صالح يدعو له، او صدقه أيه جاريه، او علم ينتفع به. أيه. عمي احمد نسقسيك سؤال بسيط، خير راك عاطي دعوة الخير البشير، عاطي له دعوة الخير ان شاء الله. ان شاء الله قال لك دليل الخير كفاعله، كان ماهوش ان شاء الله ما دي دعوة الخير ما يروحش يخدم في بيت ربي، تقول راها كاينه شوائر، تقول راها كاينه شوائر ان شاء الله. انا عاطي دعوة خيرته، ربي يحفظكم ويحفظه ان شاء الله. امين امين. ماهوش قاحو، ربي يحفظكم ويحفظه، ثاني موقفكم هذا راه كبير. امين امين. ربي يحفظكم ان شاء الله جميعا ان شاء الله ان شاء الله. اذا كنا مع عمي أحمد تواتي حفظه الله ورعاه، وإن شاء الله يحضر لبناء المسجد ويصلي فيه إن شاء الله جمعة من الجمعات إن شاء الله. إن شاء الله. هنا نودعكم إلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.